بدي أحكي معك بشغلة. طيب احكي. سامي مشان التحليل قلت لمنال ترجع تعيده. برأي التحليل يلي جابته منال كان واضح، الولد ابنك. سامي روق، اليوم رحنا سوا لعند الدكتورة مشان الفحص ماشي، وبعد ما طلعت الدكتورة رحت لعندها وحكيت لها كل شيء. قالت لي هذا الحكي مو صحيح، لأنه الشغلة مو بهي البساطة ولازم تاخد مني شيء لحتى تعمله، ومنال ما بذكر أخذت مني أي شيء. مشان هيك قلت الأفضل إني دور على مركز مضمون وخليها تعيد التحليل قدامي لحتى أنا أتأكد. يا سيدي إذا ما كانت حامل منك وقتها مو بس رح طالعها من حياتك مع فضيحة كبيرة، وقتها برمي لها المصاري اللي دفعتهم بوشها. لا تاكل هم أنت. شكرا كتير. ولا يهمك، نحن الاثنين غلطنا. كنت رح تموت يا سعيد، ويلي عملته منال مو بس فيك، بالعيلة كلياتها، وأبي كان رح يجن. طبعا كلنا حاولنا نخلص من هالمشكلة بالحسنى. منمشي صحي. بدي أسألك، حكيت مع توفيق؟ شفته وحكينا اليوم، وهلأ بحكي لك. وعدني إنه رح يساعدنا. دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي. شو بدنا نعمل بنتي؟ ليكي هذا فياض مثل الشيطان، رح يذبحنا كلنا. كان هلا رح يذبح اختك وبعدين جاي الدور علينا. يا الله دخيلك، كيف بدنا نخلص منه؟ هذا اللي كان ناقصنا نحن. شوفي لازم نلاقي طريقه لحتى نوصل سوزان لعند فياض اليوم. امي مو ظابط هالحكي، قبل هالمره عملناها وكنا انكشفنا. بلكي خليل بيمنعه، هو بيتصرف. خلينا نبعد عن القصة. لك شاهي، ليش نحنا فينا ما نتدخل؟ إذا عم نقلك كان حاطت السكين على رقبتي، منيح ما سقطته للولد. الله لا يقدر. خلص خليني أحكي مع خليل وخبره شو صار معكم. لك بنتي أنت صاير لعقلك شي؟ ما بتفهمي؟ وعدته للزلمة إنه اليوم، وحلفت له إنه رح أخذ له سوزان. اسمعي شاهيناز، أكيد بكرة بدي يلاحقنا ويطلع بخلقتنا بكل قرنة، ونحنا نسوان شو بدك يانا نعمل معه؟ خبروا الشرطة. مستحيل، ما فينا نخبر. مستحيل ابدا. زينة ما بتنأذى مشانها شو ما كان السبب. وحدة مثل هي ما بتستاهل. انا رح دبرها، انتو خليكم برات اللعبة، واليوم قبل بكرة رح اخذ له سوزان لحد عنده وخلصنا تنتهي القصة. عمتي لا تكتري اسئلة، تعملي مثل ما قلتلك. خدي تاكسي وطلعي على الشط هلا. خلاص انتي لا تاكلي هم، هو بيوصلك لعندي. رح تجي مشان تاخدي سوزان، حكي واضح ما بدي ارجع عيده. يلا لا تلحقي، رح توصل البنت. يلا يلا. شوفي ليش جاي على البيت بكي؟ تعبت، راجع على البيت لارتاح. يسلم لي يسلم لي، ان شاء الله بيقبرني هالمشي يا سوزان. ما احلى هسه هلا كنا بسيرتك يا قلبي. عن جد ابن الحلال عن سيرته بيبان. يا روحي كانك مضغوطه وجاي تغيري جو. ما ماني مضغوطه، بس بدي نام. كيف مانك مضغوطه؟ اكيد قرب فحصك مشان هيك مضغوطه. بعرف بهالحاله، خلينا ننزل على السوق ونشتري شويه اغراض لابن زينب يلي جاي على الطريق بعد فتره. جاي على بالي تنزلي معنا، والله ناخذ تاكسي من هون ومنخلص شغلنا وبنرجع وبنلحق الغدا بوقته. ايه هلا مو وقت نزلت السوق. معقول يعني هلا مو وقته؟ عم قلك كلها نص ساعة ونخلص شغل وبنرجع. يلا تعبانة وبدي نام. حبيبتي معقول بهذا العمر في شباب بيتعبوا؟ تعي معنا وهيك بنتمشى شوي وبتغيري جو. صحيح بهالحالة فينا ناخد رأي سوزان. والله فكرة. يلا يا بنتي كلها نص ساعة بنروح وبنرجع، وانتي كمان البسي بسرعة والحقينا. حاش تطلعي مثل جثبان. انتي البسي خلينا نروح. يلا طلعي حبيبتي طلعي، هلا بيلحقونا بعدين. باي أمينة. تعي تعي. سعيد ليك أخي، هذا توفيق شاب موثوق، إذا وعدنا أنه يتدخل ويحلها فيك تطمن. انتهت، لازم نتأكد من الموضوع. إذا كنا غلطانين ساعتها رح تكبر المشكلة أكتر. روق وخلص لا تقلق، وبعدين إذا نحن معرفنا حقيقته لهذا الزلمة ما بيهدى بالي أبدا. وبصراحة من زمان
مو حاسس اني متفائل مثل ماني متفائل اليوم. تمام. معقول في حدا بهالحياة هيك بسوء؟ ولك نحن في معنا مرة حامل. كيف حاسة حالك؟ أحسن شوي. طيب يا جماعة خلينا نقعد هون ونرتاح، بعدين مننزل على المحل هيك وصار قريب كتير. ليكي ايه؟ مشان الله خلينا نروح من هون. هالحكي هلأ مو وقته، ما في قدامنا حل تاني. خالي حوري؟ شايفة يا بنتي؟ هي اجت خالتك حورية كمان ومعها حق، شايفة الجو كتير حلو، قالت بقضي نهاري على البحر. حبيبتي طالما اجت خالتك فيكم تقعدوا وتحكوا، يعني لبين ما نروح على المحل نجيب الاغراض انا وزينة ونرجع. يلا. معقول هالحكي؟ خليل؟ ست حورية ليش نزعتي لي المفاجأة؟ والله مو هيك بيعملوا المفاجآت ما؟ اي مفاجأة؟ طيب حدا يفهمني شو القصة؟ سوزان؟ كنت حابب اعمل لك مفاجأة وجيب لك الست حورية لعندك على البيت، بس ما قدرت تتحمل نزلت من السيارة واجت من شان تشوفك هون. طيب روحي انت هلا خديهم شاهيناز لعندك على البيت ونحن رح نلحقكم. ماشي؟ بدي ابقى معكم. طيب مو ظابطة هيك، لانه بالاول بدنا ننزل على السوق نشتري شغلة ونجي، مو حلوة نروح اذا انا فاضيين. يلا. طيب حبيبتي امشي، هو معه حق باللي قالوا، روحي بنتي. يلا يلا يلا. شرفوا يا قلبي امشي معنا. أنا مرشيك. تاكسي. تعي حولي تاكسي. أرجو يلا يلا تفضلوا طلعوا خلصوني. يلا يلا تفضلي لهون. شاهيناز كنت جايبتي له سوزان؟ مو وقت هالحكي، بعدين نتحاسب. عم تلعبوا من ورائي انت وابن اخوكي؟ لك والله اذا ما بعد حياته بقتله. ان شاء الله طول بالك لا تقتله، بوس ايدك طول بالك بعدي. شان الله تهدى. لك روحي احسن ما قتلك انت وياه. هذا خليل مو؟ مبلا، بس مين هي اللي معه؟ هي عمة فياض. اجا سامي. خليل سامي انتو شو جايين تعملوا هون؟ بظن هذا السؤال نحن يلي لازم نسأله. اللي شو عم تعملوا هون انت وياها؟ بدي اخذ الست حورية لعندكم منشان فاجئ سوزان، بس وجعتها معدتها شوي منشان هيك نزلت تشم الهواء. انت شو عرفك بالست حورية؟ كيف يعني شو عرفني فيها؟ سوزان عرفتني عليها، والست حورية جارة سوزان من زمان بإزمير، كانوا بيعرفوا بعضهم. خالي انت منيحة؟ شبك ليش لونك مخطوف؟ منيحة بس حسيت بوجع بمعدتي. خلص نحن بناخذ الست حورية. انا بوصلها. الله يسامحك عملت كل هاد بس منشان شوف الفرحه بعيون سوزان. لا تنزعلي اياها. يلا ست حورية خلينا نمشي، انتوا سبقونا رح نلحقكم. نسبقكم وبنشوفكم بعد شوي. طلعي خلصيني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.